مرحبا بجميع متابعي ومشاهدي موقع وقناة القنيطرة 36 في حلقة جديدة من برنامج الحصيلة الرياضية. حلقة اليوم سنبثها هنا بإحدى ساحات الاستراحة بمدينة الخميسات، واللي احتضنت أرضيتها 18 نوفمبر قبل قليل مباراة اتحاد الزمور الخميسات والنادي الرياضي القنيطري، والتي انتهت كما هو معلوم بالتعادل الإيجابي هدف داخل كل شبكة. يرافقني دائما في تحليل برنامج الحصيلة الرياضية الزميل الصحفي براديو ام اف ام عمر شباخ. مرحبا بك سامر. مرحبا سي محمد البحري، مرحبا سي حميد اوسار مخرج حلقات، مرحبا بمتتبعات ومتتبعي برنامج الحصيلة الرياضية عبر قناة وموقع قنيطرة 36. استاذ عمر، النادي الرياضي القنيطري يواصل اهدار النقاط، يعني اليوم كان قريبا من الفوز، كان متقدما بهدف دون مقابل، لكن ما تمكنش باش يحافظ على التفوق ديالو وانهى المقابله متعادلا، وبالتالي يعني ما استغرقش التعادل ديال المطاردين المباشرين اللي هما رجاء بني ملال والمغرب الفاسي، واللي تعادلوا كذلك حتى هما في الميزانيه اللي خذوها. التحليل ديالك استاذ عمر لهذ المباراه ديالك. فالاكيد السابق كما ذكرتي النادي القنيطري يتميز في اضاعه الفرص، فالفريق اللي كيبغي يطمح وحسابيا اللي كيبغي يطمح للصعود فمع الاسف ما كيجيبش جوج النقاط من التسعود. زعما صعيب 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 بزاف التسعود النقاط تجيب منها جوج، اذا هذا مؤشر بكل صراحه لا يبشر بالخير، لان خاصه كما ذكرتي في ظل تعادل ديال الانديه المنافسه اللي كتمر اكيد بواحد المرحله هي صعبه في ظل التحفيزات الخارجيه من هنا وهناك. فاكيد الحمد لله حنا كنقولوا كيف ما كان الحال حنا كنتعطروا، ولكن حتى المنافسين كيتعطروا. اذا هذا اللي كيوضح ان الصراع راه غادي يبقى تقريبا حتى لاخر دوره. ربما نقولوا فريق نهضة الزمامرة وضع رجل ونص في القسم الوطني الأول، لأن كما كتعرف الزمامرة خصها أربعة نقاط قبل هذه المقابلة باش تصعد. اليوم حصلت على نقطة، باقي خصها ثلاثة ديال النقاط، وباقي تقريبا أربعة ثلاثة ديال المقابلات. إذا كنظن الزمامرة ربما صعدات. كيبقى الصراع بين كل المغرب الفاسي بالامكانيات البشريه والماديه اللي عنده، رجاء بني ملال بالامكانيات البشريه وشويه الماديه، والنادي القنيطري مع الاسف بالامكانيات البشريه ديالو. اذا نشوفوا خط الوصول شكون اللي غادي يوصل لهذا اللي ياخذ البطاقه الثانيه، واكيد كنتمناو ان تكون من نصيب النادي القنيطري. السي عمر، يعني في نزال اليوم لاحظنا فريقا وكانه يعني فريق لا يلعب من اجل كسب ولو غير البطاقة الثانية من أجل الصعود للقسم الممتاز، ما كان الطبيعي لكل سابو. هل يمكن الاعتبار سامو بأن يعني المستحقات يعني الكثيرة العالقة في ذمة المكتب المسير يعني كانت حاضرة اليوم في قوة في ميزانية وهم التعادل أظن كما وصلنا كاملين أن الرئيس دار دي ميساج للاعبين كاملين في الحائط ديالهم، و ما كيحفزهم بالطريقه ديالو، فاللاعبين واعيين ان النادي القنيطري ما عندوش تحفيز، ولكن راه التحفيزات كيبقاو دين على النادي القنيطري ما غاديش يضيعوا فيهم، الا كانت عندهم ثقه اكيد متبادله مع المكتب المسير. اما بالعوده للمقابله ديال اليوم فكما ذكرتي فالفريق تمكن من تسجيل الاصابه الاولى وطمأن كاملين، قلنا ان الحمد لله هذه بشرى للجماهير القنيطريه اللي كنحييها مره اخرى على المساندة القوية ديالها، لأن كتبقى هي المدعم والداعم الأساسي ديال الفريق أينما حل وارتحل. فالجمهور قدم داكشي عليه، ولكن كيبقى اللاعبين مع الأسف كما ذكرتي ربما غياب نوعا ما من التركيز، خاصة بعد تسجيل الهدف. فما تسجل في الدقيقة 21 تسجل عليك في الدقيقة 23، وبديك الطريقة اللي شلنا الكرة من ضربة الزاوية ودوزيام بالون ما كنتبهوش ليه، كيجي لاعب قصير القامه في مترو و50 اللي مخلينو بوحدو عارفين الخطوره ديالو، اللي الناس راه كنواجهو في المقابله ديال الذهاب كانوا يحتاطوا من هذاك العنصر، خاصه انه يجي التمركز في التقاط الكره ديال دوزيام بارو، ما مشى له حتى واحد قذف قذفه جابها في
في الشبكه ولا الهدف هذا بالاكثر من هذا اسمع من البهري كنا نقدروا نخسروا في التواني الاخيره ديال المقابله في الوقت بدل الضائع ان ذاك اللاعب وزيد مع الاسف يجيد اضاعه الفرص الحمد لله انه ضيع الفرصه كذلك اللاعب الخافي انه القطفه ديالو اللي في الاخر تطمت بالعارضه الحمد لله على الاقل خدينا نقطه اللي غتخلينا دائما في الصراع في ظل النتائج اللي مسجله اليوم بخلاصه السوم شنو كان ضغط اليوم من نادي القنيطره من اجل العوده بثلاث نقاط ثمينه هنا من قلب المسابقه كنظن كان خصهم والو كان خص شويه ديال التركيز وشويه ديال ما يبقاوش يتنرفزوا لان شفنا مثلا ذوك البطاقات الصفراء اللي خداو اللاعب مجانيا سواء لاعب الرجاء او لؤي لؤي اللي خدا شفت الكره الحكم صفر كتخبط الكره نفس الشيء دارها الرجاء ولكن لؤي في التدخل الثاني ديالو اللي كان قوي خدا ورقه حمراء اذا هذا اللاعب من الركائز الاساسيه اللي صبح ديال نادي القنيطره ما غاديش نشوفوه على الاقل جوج مقابلات لان فات طرد وهذا الطرد الثاني واذا ما كنظن ان تكون عنده على الاقل واحد جوج ديال المقابلات ولكن نتمنى ان اللاعبين اللي غادي يعوضوه يكونوا في المستوى خلال المقابلات الجايه ان شاء الله. سي عمر وصلنا للدورة 28 يعني مباراة حارقة بكل مقاييس تنتظر فرسان سابو على أرضية الملعب البلدي بالقنيطرة أمام ألجار الاتحاد القاسمي توقعات ديال هذه المباراة هي مقابلة قوية لأن كنعرفوا الاتحاد القاسمي كذلك باقي كيصارع للهروب واليوم مع الأسف تعادل لأن كان كنتصر على الأقل كان غادي يكون مريح على الاقل يجيو اللاعبين ربما ماشي بالتركيز اللي غايجيوك هما متعادلين وكيقلبوا على نتيجه ايجابيه اذا اكيد هي مقابله ديربي ودائما كتكون مقابله قويه وكتكون مقابله كبيره نتمنوا اكيد الغلبه للفريق ديال نادي القنيطري اللي كيصارع على احدى البطائق ديال الصعود ولكن كذلك نتمنى واحد اوفر لفريق قاسمي اللي ما كنتمناوش له انه ينزل القسم الاول لان كيبقى حتى هو من الانديه الكبيره اللي كتشرف المنطقه ديال الغرب. كاعلامي ومسير راكب يعني تجارب كثيره يعني الانفاس لعبوا الانفاس اخر بطوله الكاس الثاني الفريقين سي عمر ترشحهم يلعبوا الموسم المقبل في عالم كذا. فزمام راه كنظن انهم حسموا الامر كيبقى صراع وصراع قوي بين رجاء بني ملال المغرب الفاسي والنادي القنيطري زعما واحد في هاد الاقرب الفريق الاقرب الاقرب صعيب التكهن صعيب انا الى رجعنا للامكانيات نقولوا البشريه والماديه فانا نقول المغرب الفاسي نظرا للامكانيات اللي عندهم لانه يمكن يحفزوا اللاعبين ديالهم وكذلك يقدروا يحفزوا اللاعبين الخصوم اللي كتواجه سواء النادي القنيطري او بني ملال وهذا حق مشروع ان التحفيز حق مشروع في كرة القدم. غالبا سي عمر ما كانت توقعات ديالك تصيب هذه المرة نتمناو وما تصيبش وتنتمناو البطاقة الثانية تكون صالح فريق النادي الرياضي القنيطري. مشاهدينا الافاضل وصلنا لنهاية الحلقة ما بقالي الا نودعك السي عمر محلل القناة ووراء الكاميرا ومخرج الحلقة السي احمد اوصار والى حلقة مقبلة ان شاء الله.